وقت ناخد حتة في الدنيا. يلا طيب، يلا افتح الكتاب صفحة 257 على ادرس الأشكال التالية ثم اجب. بس احنا أكتر حاجة عملناها كانت الإفطار. يعني حلينا مصطلح واكمل واختر، ما حليناش صح وغلط ولا صوب، صح؟ طيب هنحل صوب صح وغلط ونخش على الاشكال. اتفضل ابدأ اول سؤال يا محمد. تكون 6 أجسام خيطية الشكل. خيطية الشكل، يلا يا محمد. محمد خالد، أنا مستسلم جاوب محمد خالد. ماشي. محمد سامي، يلا. راح يصلي ولا ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا يا باشمهندس، خش على السؤال التاني على طول. تمام، حساب الأمشاء على العدد الزوجي هو مثلا ده كان في الواجب؟ لا هو ده اه صوب، انت تمام حاطط صوب اصلا؟ ايوه راجع تحتوي عليك. ايوه ايوه الكروم ايوه مش تحتوي الأمشاء على العدد الزوجي من الكروموسومات، لا على العدد اللي هو الواحد بس. الفردي عند انقسام الخلية ينقسم بجسم الإنسان تنشأ خيوط المغزل من تكاثف السيتوبلازم عند قطبي الخلية. انا برضو لا، محمد خالد. هتكون تكثف المادة الوراثية. لا، الخيوط المغزل بتنشأ منين؟ من تكثف المادة الوراثية لا، المادة الوراثية موجودة، المادة الوراثية اللي هي الدي ان ايه، عشان يحصل له انقسام في الطور الانفصالي محتاجة حاجة تشده اللي هي خيوط المغزل، اللي هي كانت طالعة منين او نشأت منين في الخلية الحيوانية زي الانسان؟ من الجسم المركزي، تمام؟ انما لما بتكلم على خليه نباتيه بتتكون فعلا من تكاثف السيتوبلازم. تحتفظ بعض الخلايا بالقدره على الانقسام تحت ظروف معينه، مثل محمد سامي اتفضل. خلايا الكبد. الكبد يهدف الانقسام الميوزي. ازيك يا جماعه؟ الحمد لله. يلا يلا هي دي محمد صحيح. خالد، صفحة 251. يلا يا محمد، يهدف الانقسام الميوزي إلى نمو الكائن الحي. لكن أمشيش تكوين الأمشاج، يلا يا جنى. رقم 6، استفسار عدد الخلايا الناتجة عن التكاثر الميوزي النفس عدد الخلايا الناتجة عن التكاثر الميتوزي هتبقى ضعف. ضعف، ده بينتج 4 وده بينتج 2، ضعف. اتفضل يا محمد، يلا. محمد سامي، إذا كانت نواة حبوب اللقاح لا تحتوي على 10 صبغيات، 12 كروموسومات، فنواة خلية أوراقي تحتوي على 5 أزواج من الصبغيات، لا هتبقى على 2.5 زوج. ازاي؟ ازاي؟ اللي ازاي؟ لا ما تاني، ابدأ اللفة كده من تاني بالراحة وزحزح. عشان لا، مش 2.5 خالص. إذا كانت كانت نواة حبة اللقاح، ثانية واحدة، النواة ديت حبة اللقاح دي خلية؟ ايوه فهمت اتفضل. انها هتحتوي على 10 ازواج، أيوة كده، 10 أزواج. 22 حبة اللقاح، حبة اللقاح مشيج معاها 10 صبغيات، إنما الورقة، ورقة النبات دي خلية جسدية، يعني معاها العدد الكامل. يعني أنت معاكي 10 كروموسومات، أنا معايا 20 كروموسوم، اللي هما كام زوج؟ يعني اللي هما 10 أزواج. اللي تمام. بعده، اتفضل يا محمد خالد.
إذا كان مسميات في خلية الكبد ثانية احنا فين؟ براحتك خالص. 8. إذا كان عدد الكروموسومات في خلية كبد أحد الكائنات الحية 16 زوج، زوج من الكروموسومات، فإن عدد الكروموسومات في أحد الخلايا التناسلية 16 كروموسوم. تاني، خلية الكبد خلية ايه؟ ها؟ ايه؟ محمد خالد كمل سؤالك. أنا خلية لسه الكبد قبل خلية ايه؟ خلية ما انا بقول لك خلية الكبد خلية ايه؟ جسمية جسدية او جسدية. جسمية. ماشي، 16 زوج. طيب الخلايا التناسلية يا جماعة المفروض يكون معاها ان ولا 2 ان؟ النهاردة لا والله العظيم، والله العظيم ما حد معاه ان غير 3، حيوان منوي او بويضة او حبة لقاح والمصحف اللي هم اسمهم امشاج. خلايا تناسلية عادي معاها 2 ان، فاتمة 32. هتكون 16 زوج برضو يعني 32 كروموسوم. يلا يا جنى، النسبة بين عدد الخلايا الناتجة من حدوث 3 انقسامات لخلية جسدية وعدد الخلايا الناتجة من حدوث انقسامين بس لخلية ايه جسدية؟ 2 إلى 1. 2 إلى 1. ازاي؟ هو عشان 8/4 تساوي 2/1. 8/4 تساوي 2/1، صح. أنا يا جماعة لو عملت 3 انقسامات متتالية ورا بعض هطلع 8 خلايا، عملت انقسامين هطلع 4، لو جبت النسبة ما بينهم وقسمتهم على بعض تبقى 8/4 فيها الإيه؟ الاتنين، صح. علاج السرطان باستخدام جزيئات الذهب النانونية تعتبر تطبيقا لاستخدام الهندسة الوراثية في المجال الطبي. الهندسة التكنولوجية. هندسة تكنولوجية، صح. اللي بعده، عدد الكروموسومات الموجودة بالخلية الجسدية للإنسان يعادل نصفها في الأمشاج. يلا يا محمد. سوري هتكون صح. صح؟ لا غلط العكس. العكس بالظبط كده تبقى غلط. عدد الكروموسومات في أحد خلايا كبد أنثى الإنسان يساوي عدد الكروموسومات في أحد خلايا المبيض لها، صح ولا غلط؟ انيمس أنت تفضلي. صح، قلنا الكبد والخلايا التناسلية زي بعض، مبيض أو خصية أو موتوك كله زي بعض. تستعد الخلية للانقسام خلال الطور البيني باختزال المادة الوراثية. محمد سامي. غالبا بخصوص خلايا الدور البني وخزايا المادة الوراثية. غلط. غلط. امال الصح ايه؟ بتستعد لو بتجمع المادة الوراثية في ما هي المواد عروق الدراسية موجودة الشبكة. أصلا، ما هي موجودة. أيوة بتحولها لشبكة. ماشي، بس هي برضو بتعمل فيها حاجة تانية، مضاعفة، مضاعفة كمان. مضاعفة المادة الوراثية. اختزال دي يعني انت تنقصها للنص، مضاعفة انت تضربها في 2. يقل تمام. طول خيوط المخزل في الخط الاستوائي، في الطور الاستوائي، صح ولا غلط؟ يلا محمد خالد. الاستوائي غلط. غلط. امال بيقل فين؟ في النهائي. النهائي او في الانفصالي اللي هي بتبدأ تنكمش. تمام، في الطور الانفصالي من الانقسام الميتوزي ينقسم السنترومير طوليا الى نصفين. صح. اللي بعده، تنشأ خيوط المغزل في الخلية النباتية من الجسم المركزي. صح عشان خاطري. غلط. طب بتنشأ منين؟ من أطراف أو أقطاب الخلية النباتية. تكثف السيتوبلازم.
فهمت كده تمام. ماشي. تحدث تغيرات وراثية في حالة الانقسام الميتوزي للخلية، صح ولا غلط؟ ها يا محمد. هتكون صح. صح. ليه؟ احنا انقسام ميتوزي بيحصل للخلايا الايه؟ الجسدية. ماشي. الجسدية التناسلية هي اللي بيحصل لها تغير في المعلومات الوراثية، انما الخلايا الجسدية هي بتطلع نسخة طبق الاصل منها، مفيش اي تغيير في الكروموسومات او اي تغيير في الايه، في التغيرات الوراثية او تغير في الجينات، انما اللي بيحصل تغير في الجينات او تغير في المعلومات الوراثية اللي هو مين؟ الانقسام الميوزي اللي بيكون الامشاج، اللي هو بيتكون بتحصل فيه ظاهرة العبور، تبدأ تحصل تغيرات وراثية، وكمان عدد الكروموسومات بيقل للنص، فده غلط طبعا. ميوزي مش ميتوزي. ينتج عن الانقسام الميتوزي خليتان بكل منهما نصف المادة الوراثية الموجودة في الخلية الأم. إليجا. لا انت ما بتسميش غلط. الميوزي غلط. الميوزي صح، بس وهتغيري كمان خليتين لأربع خلايا، لو عايزة نشيل ممكن نقول نصف نحط مكانها نفس. ماشي. طب تعال نشوف استخرج دي كده. يلا يا محمد، معاك خصية بويضة موتك مبيض، أشيل مين وأحط إيه؟ يعني أشيل كلمة وأحط بدلها كلمة؟ حط مكانها جملة بتربط بين الكلمات التلاتة. كاسية وموتك لا أنا شلت ومبيض كذا عشان كذا. وكلها شلت البويض عشان كلهم أعضاء تناسلية. برافو عليك، كلهم أعضاء تناسلية أو كلهم خلايا تناسلية، ودي مشيج، أو كلهم معاهم اتنين إن ودي معاها إن. تمام. يلا يا محمد. حبوب اللقاح البويضات الحيوانات النووية الموتوك والباقي معهم 2 إن، الباقي إيه؟ معهم 2 إن بس. عشان خاطري بقى، وده دول الأمشاج اللي معاهم إنت. الأرض إن إنت. ماشي. اللي بعده. يلا يا جنى. خلايا البنكرياس، خلايا المعدة، خلايا الفاسية، دول خلايا جسدية، والباقي قصدي المختلف خلايا الفاسية. ماشي. والباقي خلايا جسدية. صح. مبيض، ورقة، جذر، ساق. مبيض ورقة جذر ثوب مبيض عشان كلهم في لأنها جميعها في أعضاء في جسم النبات. اللي هي خلايا جسدية. تمام. خلايا تناسلية، خلايا الكبد، خلايا الأمشاج، خلايا الجلد. السلام عليكم. أيوة اتفضل. هتكون الخلايا الأمشاج. الأمشاج، لأن كلهم معاهم اتنين إن، الأمشاج معاها إن واحدة بس. طيب، خلايا عصبية، خلايا جلد، خلايا معدة، خلايا عضلات. يلا يا جنى. خلايا عصبية، خلايا جلد، خلايا عصبية، وباقي خلايا جسدية ميتوزي. ماشي، بس كده انت ما قارنتيش. الخلايا العصبية لا تنقسم مطلقا، بينما الخلايا الأخرى تنقسم انقسام ميتوزي فعلا زي ما انت قلت. يلا يا محمد، إنتاج بويضات، تعويض الخلايا التالفة، وإنتاج خلايا مماثلة للخلايا الأم، ونمو الكائن الحي. إيه الجملة الغلط في الخصائص دي؟ هو أولا دي علاقة بين القسمات، يعني كلها من القسمات ودي قسمات لحدية، فإنتاج البويضات ده انقسام والباقي قلت ميوزي، ايه؟ تعدد الخلايا صح. التالفة ميتوزي، إنتاج خلايا المماثلة أنا كنت بعرف بس سبحان الله. تمام، هي ميوزي معلش. اللي كله ميتوزي. ماشي. هي انتاج البويضات فعلا هي الميوزي الوحيدة او تنشأ من انقسام الميوزي، انما الباقي كلها من صفات ايه، الانقسام الميتوزي. صح. يلا يا محمد، حدوث ظاهرة العبور
تكاثف الشبكة الكروماتينية على هيئة أزواج، اختفاء النواية والغشاء النووي، انقسام السنترومير، تكوين خيوط المغزل. ثانية، براحتك خالص. حدوث درجة العبور والباقي بيحدث في الانقسام الميوزي. طب ما العبور بتحصل في الميوزي، في الميتوز. طب بس الميتوزي ما فيهوش أزواج. تبقى تكسر شبكة كروماتينية على هيئة أزواج من الكروموسومات والباقي يحدث في القيام في الانقسام الميتوزي. ما هي ظاهرة العبور مش في الانقسام الميتوز. انت هتجيلي كده، هجيلك كده. تعال نفنطها. ان ظاهرة العبور بتحصل فين؟ تحدث في الأقسام الميوزي. في الميوزي، في الطور التمهيدي الاول. يعني دي ميوزي. الشبكة الكروماتينية على هيئة ازواج ده ايه؟ ميتوزي. ميوزي برضو. طيب اختفاء النواية والغشاء النووي دي بتحصل في الاثنين. انقسام السنترومير ده بيحصل فين؟ في الميوزي ولا في الميتوزي؟ ميتوزي. في الميتوزي. طب تكوين خيوط المغزل تحصل في الاثنين برضه. انت هتشيل مين؟ خمسة ثمانية. انقسام السنترومير صح. والباقي من خصائص الطور التمهيدي الأول من الانقسام الميوزي. نخش بقى على الأشكال عشان في أشكال كتير قوي. يلا يا جنى ابدأي بأول شكل. صفحة 257. تمام. ما اسم الذي مثل الشكل ده؟ ده توربين. 40 صح. متى يحدث؟ قبل عملية انقسام الخلايا. قبل دخول الخلية في عملية الانقسام أو الانقسام الخلوي. لماذا تمر الخلية بهذا الطور؟ لتهيئة الخلية والدخول في تمام، مراحل الانقسام. لتهيئة الخلية للدخول في مراحل الانقسام، وكمان القيام ببعض العمليات الحيوية. رقم 3، مضاعفة المادة الوراثية. طيب ما شكل الكروموسومات في هذا الطور؟ خيوط رفيع، على شكل على شكل ايه؟ شبكة كروماتينية. هو قصده انها بتكون خيوط كروماتيد مفرد ولا كروموسوم ولا ازواج كروموسومات ولا شبكة كروماتينية؟ هنا بتكون شبكة كروماتينية. تمام. طيب تمام. يلا يا محمد. تمام. ما الدور اللي بيمثله الشكل؟ ده الطول الانفصالي. ده نهائي. تمام. طول النهائي. طول النهائي صح. أهم التغيرات الحادثة فيه بقى اختفاء غيوط المغزل ماشي وتجمع الكروموسومات مكونة شبكة كروماتيدية وظهور ماشي. النواية وظهور الغشاء النووي. زور النواة دور الغشاء النووي صح. في أي طور يختفي التركيب إكس؟ أي دور في التركيب إكس؟ في التركيب إكس الدور البين يا راجل اللي هو الأولاني خالص، التمهيدي الأول. اسمه التمهيدي. ايوه كده صح. الشكل المقابل يمثل احد اطوار انقسام خلية جسدية حيوانية. يلا يا محمد. ده مش أذكر اسم هذا الطور، الطور الذي يسبقه. ده الطور الاستوائي واللي قبله واللي قبله الانفصال. يا راجل، اللي قبله مش اللي بعده. اللي قبله هيكون التمهيدي أول حاجة. التمهيد. ايوه كده. ما نوع الانقسام الذي تنتمي اليه هذا الطور؟ أقسام ميتوزي. ميتوزي. اللي بعده اكتب. أكتب ما تقول الأرقام من 1 إلى 4. أول واحدة دي هتكون إيه دي سنة؟ طلع منها خيوط مغزل اهو، اسمها ايه؟
الشبكة الكروماتينية جسم مركزي. الجسم جسم مركزي اللي بعد رقم الكروموسومات. ماشي، بس هو تقريبا مشاور على الخيطين بتوع الكروموسوم اللي هو الكروماتيد يعني، فممكن فعلا تقول الكروموسوم او ممكن تقول اتنين كروماتيد، لانه بعد شوية مشاور لك كمان على الايه، على النقطة اللي بتوصل ما بينهم في رقم 3 اسمها ايه، السنترومير رقم أربعة. السنترومير. أو تقريبا مشاور على الغشاء النووي رقم أربعة. لا مفيش غشاء نووي اصلا، غشاء نووي مختفي، مشاور على الخيط، يبقى خيوط المغزل خيوط المغزل. اسم الطور بيقولك كيف تكونت تركيبة 4. أربعة. بواسطة خيوط المغزل. ما هو اصلا خيوط المغزل يتكون ازاي؟ بتكثف الشبكة الكروماتينية اللي هي المادة الوراثية. لا تاني تاني تاني، خيوط المغزل بتنشأ من الجسم المركزي في الخلية الحيوانية زي دي، أو تكثف السيتوبلازم الخلية النباتية. بس يبقى الشكل رقم 4 قدامنا هنا تكون من الحتة دي اللي هو الجسم المركزي. طيب لو بتكلم على خلية نباتية يبقى تكون من تكثف السيتوبلازم. تمام، اللي بعده يلا. يقولك ارسم الطور الذي يليه. مش هنرسم، قولي بس هو اسمه ايه وايه اللي بيحصل فيه. يلا يا محمد، أنا كمان يا مس بقيت سؤالك. هي كيف كيف طب ايه مس اقول له ايه ارسم الطور الذي يليه. انا قلت لك مش عايزين نرسم، انت عايزك بس ما تقول لي اسمه ايه الطور ده وايه اللي بيحصل فيه. الدور اللي بعد الدور الاستوائي هيكون انفصالي، واللي بيحصل ماشي، فيه إن السنترومير بينقسم طوليا إلى نصفين، فينفصل كل كروماتيد لوحده. كروموسوم الى 2 كروماتيد منفصلين، صح كده. فانكمش خيوط المغزل طبعا هي اللي بتعمل كل ده، برافو عليك. اللي بعده يلا يا محمد. جنى ما هي اتفضلي. كلمة الدكتور انفصال ماشي، من نتائج مترتبة على انكماش خيط المغزل طول الموضة والشكل، بيكون مجموعتين شبه بعض من بينقسم الكروموسومات. الأول السنترومير طوليا، أيوة كده، ويكون مجموعتين شبه بعض من الإيه، كروموسومات وعشان خاطري كروماتيد. هما لما كانوا لازقين في بعض كان اسمهم كروموسوم، لما انفصلوا بيبقى كل واحد اسمه كروماتيد. تمام، ما أهم التغيرات الحادثة في الطور الذي يسبقه؟ بيؤدي إلى انقسام كروموسومات عند خط الاستواء. ترتيب الكروموسومات عند خط استواء الخلية، صح كده. اللي بعده محمد اتفضل، قول لي الأشكال التالية بتوضح انقسام الميوز الأول. هتتعرف على الأطوار وترتبهم دي. تمام، واحد ده الطور الاستوائي، وده استوائي ترتيبه ايه؟ الثاني، استوائي استوائي اول. أو أي مستوى أول، وده دوره التاني. ماشي، بعدين رقم 2 استوائي اول. التاني ده نهائي، ده نهائي أول، وده رقم أربعة. ماشي، التالت ده أو تمام، ده تمهيدي أول، وده رقم واحد. والرابع صح كده. ده انفصالي أول، وهو الرقم الثالث. ماشي ممتاز. اللي بعده بيقول لك رتب. خلاص احنا رتبنا. يلا يا محمد، من الأشكال من الشكلين المقابلين، ما الذي يمثله الشكل رقم 2؟ محمد خالد معايا؟
بس لسه مجاوب قبل محمد سامي، جاوب تاني. ما انت بعده جنى. ما هي جنى جاوبت بعدك، هو الدور بيلف على طول. انت اللي سؤالك كان طويل فحسيت ان هم عدوا بسرعة. يلا تمام حضرة، تمام. احنا فين؟ تاني، من الشكلين المقابلين ما الذي يمثله الشكل رقم 2؟ أقول الدور يعني ولا إيه؟ اسم الطور ايه؟ ده اللي هو الدور الاستوائي الأول، عشان خاطري الانفصالي الأول. هو استوائي بس مش اول. الاستوائي الاول فوق اهو، شايف الرسمه دي؟ ده استوائي اول، في ازواج كروموسومات، انما ده ما فيهوش ازواج، ده فيه كروموسومات عاديه. فده ايه كده؟ استوائي تاني تاني. طيب ما التغيرات الحادثه في الشكل رقم واحد؟ تاني الشكل رقم واحد ده مثل ده كان يمس الدور الاستوى الأول، صح؟ ده مش استوائي، مش مترتبين هم. قصدي التمهيد الأول، التمهيد الأول. ايوه كده، التمهيد الاول. قولي بقى ايه اللي هيحصل فيه. أول حاجة بتتكثف الشبكة الكروماتينية على هيئة على هيئة أزواج متماثلة من الكروموسومات، فتقارب كل تمام، كروموسوم من بعضهما مكونة مجموعة واحدة من أربع تمام. كروماتيد اللي هي اسمها المجموعة الرباعية. ممتاز وتمام. تختفي النوية والغشاء ايوه النووي، صح، تتكون خطوط المخزن، ويبدأ كل كروموسومين من المجموعة الرباعية بالابتعاد عن بعض. لا ما بيطلعوش دلوقتي، درس في الانفصال ولحد دلوقتي تمام. تكون خيوط المغزل وبس كده. واهم حاجه انت نسيت تقولها، ان ظاهره العبور بتحصل بين الكروماتيدين الداخلين المجموعه الرباعيه، او بيتقارب كل كروماتيدين من المجموعه الرباعيه الكروماتيدين الداخلين، ويبدا يلتف حول بعضهما ويتبادلوا اجزاء من الجينات. تمام، جميل قوي. اللي بعده بيقول لك ما اسم الطور الذي يلي كل طور من الطورين واحد واثنين؟ انت برضو أيوة اسمع، خليني أفكر. ماشي. اوكي الدور اللي بيالي رقم واحد يا مس هيكون الدور الاستوى الأول، صح، لكن رقم اتنين ده اللي بعديه بيكون الانفصال الثاني. ممتاز. في أي طور تحدث تغيرات معاكسة للتغيرات الحادثة في واحد؟ النهائي الأول. النهائي الأول، صح كده. يلا يا جنى اتفضلي. ما اسم هذا الطول المنوع الانقسام من تنتمي إليه؟ طول استوائي أول وانقسام استوائي أول ميوزي. من انقسام ميوزي، صح. ما التغيرات الحادثة هذا الطول؟ أنا لسه قايلها، اللي هو بترتب الكروسومات عند خط الاستواء، أزواج أزواج الكروسومات. الكروموسومات على خط استواء الخلية. ارسم الطور الذي يليه، قولي لي بس ايه اللي هيحصل فيه. هيحصل هيلي مش عارف هو اللي بعده اسمه ايه؟ انفصالي أوي، انفصالي اول بيحصل فيه ايه؟ انكمش اللي بتاعت خيوط المغز وتطلع فبيبتعد عن تكون ايه؟ بيبتعد ايه؟ فبيبتعد الكروسومين. ايوه كده، كل كروموسومين هيبتعدوا عن بعض، يبقى كروموسوم فوق لوحده وكروموسوم تحت لوحده، يبقى تبتعد كل كروموسومين من المجموعة الرباعية ويتجه إلى أحد أقطاب الخلية. طيب اللي بعده يقولك ما الظاهرة التي حدثت في الطور الذي يسبقه؟ العبور العبور. وضح كيف يتشكل التركيب واحد في الخلية النباتية. بيتكون من تكثف السيتوبلازم. أيوة كده صح، برافو عليكي. اللي بعده يلا يا محمد، من الشكلين المقابلين ما الطور الذي يمثله واحد واثنين؟ مطر لازم نسوي كل من واحد واثنين واحد ده
طور دوره دوره ميوزيه، فده طور ولا مش رقم ميوزيه؟ واحد مايوزي. لا لا انت لا ادرى. رقم واحد تاني هو اللي ميوزي، الاول ده ميتوزي. تمام، يبقى رقم واحد تور ايه اسمه؟ مش عايز اسم الانقسام، وعايز اسم التور. ده طور انفصالي، انفصالي في الانقسام الميتوزي. والتاني ده انفصالي برضه بس انفصالي ايه؟ مايوزي. اول انفصالي اول من الانقسام الميوزي. نفس الشكل رقم واحد ده. احنا فين؟ راح ماشي ماشي خلاص مش مهم. الكروماتيدات بتكون بس متلونة لونين مع بعض، يبقى دوت انفصالي تاني. لو هنا بس الكروموسوم متلخبط او في الوان مختلفة في كل واحد مبدلين مع بعض، يعني ظاهرة العبور باينة، يبقى ده انفصالي ثاني. بس ده انفصالي بس بتاع ميتوزي، وهنا انفصالي اول بتاع ميوزي. اللي بعده، اذكر فرقا واحدا في التغير الحادث بين كل من واحد واثنين. إن واحد اسمها دي بتنقسم ال الكروموسوم الواحد إلى ثلاثة كروموسوم، الواحد صوتك بعد. أما في الثاني فبتنقسم ايوه أزواج الكروموسومات كل واحد منهم إلى ثلاثة كروموسوم. تمام. انما في واحد ما سمعتش ما انا قلت بتنقسم طوليا كل واحد منهم يكون كروموسوم. والله. ماشي، اتنين كروماتيد. تمام، انما هنا كروموسومات بس، يعني دي بتطلع كروماتيدات ودي كروموسومات ازواج. اللي بعده، اذكر فرقا واحدا بين الخلايا الناتجة في نهاية أطوار الانقسام الذي ينتمي إليه واحد واثنين. أنا مش لا لسه محمد سامي سؤاله. واحد خلايا ماشي، مش يعني خلايا النتيجة أقول اسمها إزاي يعني. يعني هو مش عايز اسمها، هو عايز فرق بينها، فرق بين الخلايا اللي هتنتج هنا وفرق بين الخلايا اللي هتنتج هنا. أقول عدد الكروموسومات فيها، الخلايا اتنين هيكون ماشي عدد الكروموسومات واحد ان واحدة بس، اما في خلايا واحد هيكون عدد الكروموسومات اتنين ان. تمام. الخلايا اتنين كمان، عدد الخلايا بتكون أربعة، والواحد بتكون عدد الخلايا اتنين بس. ممكن أقول كمان إن واحد هينتج عنه خلايا جسدية، واتنين هينتج عنه خلايا أمشاج. تمام، احنا قلنا 3 فروق مش فرق واحد زي ما هو عايز. مين اللي عليه الدور؟ يلا يا محمد اتفضل. ناظر يا اذكر نوع الانقسام الحادث بكل من الطريقتين واحد واثنين وضح حدوثها. في واحد ده انقسام مي الوارث الانقسام الميوز الميتوزي، واثنين ده ميتوزي الميتوزي واتنين واثنين ده ميوزي. ميتوزي. تمام، موضحا مكان حدوثهم. الميوزي اللي هي رقم اتنين تحدث في الأمشاج أو الخلايا التناسلية، الله، لا لا، وكان هي خلايا تناسلية. يا ده مفيش حاجة اسمها يا ده، يا ده هي خلايا تناسل وبتطلع أمشاج، يبقى بيحدث في الخلايا التناسلية. اتفضل كمل. لكن التاني بيحدث في الخلايا الجسدية واحد في الأولى. الخلايا الجسدية بالظبط. ما أهمية كل من نوعين الانقسام؟ أنت برضه رقم واحد ده لتعويض الخلايا التالفة والنمو ماشي الكائن الحي وإتمام عملية تمام. التكاثر اللي في بعض الكائنات الحية بالظبط كده. طيب رقم اتنين أهميته. أهمية الأقسام الميوزي هتكون تكوين الأمشاج بالظبط كده. اللازمة. بيقولك اذكر العضو الذي يتم فيه الانقسام اثنين في كل من الانسان والنبات. الإنسان هتكون في العظام رقم اثنين
الميوزي. في رقم 2 ده في الإنسان بيحدث في الحيوان المنوي؟ لا، العضو نفسه اللي بينتج الحيوان المنوي، بيتم في خلايا تناسل اللي هي خلايا الخصية، فبينتج الأمشاج اللي اسمها حيوان منوي. تمام؟ يبقى في الخصية، أو لو أنا بتكلم على الأنثى المبيض. المبيض، وبينتج بويضات. طيب في النبات بقى، في النبات هتكون المتق. الموتك في الذكر، وإيه في الأنثى؟ اسمه ايه؟ مبيض برضه، هي الأنثى مريحة، مبيض في كل الكائنات الحية، مبيض وخلاص. اللي بعده، أذكر اذكر عدد عدد الكروموسومات الكروموسومات. في كل خلية ناتجة عن إنسان بيكون من الطريقتين واحد اثنين. المهم بقى إن عدد الكروموسومات في الخلية الأم 36 كروموسوم. في رقم واحد كل واحدة هتكون فيها 36 كروموسوم، تمام، لكن رقم اثنين هنقول 36 على الأربعة. لا 36 على لا الأربعة فيها لا لا، اوعى تقع في الخدعة دي، إيه؟ هي بيكون فيها نص العدد. اللي هو هيكون 18، 3 و 13 قصدي، من 36 تمام على كان فيها كام؟ 6 3 و 18. 13 18 يا يعني. ليه؟ 30 على 2 15، و6 على 2 فيها 3 15 3 18. ماشي، فالخلية رقم واحد هنا خلية انقسام ميتوزي في العدد الكامل، هنا في نص العدد، مش ربع، هتروح في داهية، نص العدد بس. كل خلية من دول فيها 18 كروموسوم. تمام، يتم بس الانقسام يقول لك اثنين على انقسام مرحلة، انقسام الميوز الأول قصدي الميتوز الأول ميوزي. والثاني. ميوزي صح، ميوزي أول وثاني، مفيش ميتوزي. صح، يلا يا جنى. عدد الشقين البيانيين والذين يوضحون النسب بين عدد الخلايا الأصلية وعدد الخلايا الناتجة عن تصامهم يو سي، ثم يجمع منع انقسام خلف كل من الخليتين بي. ايه ما يرضي وبي ما يتوب. صح، إذا كان عدد الكروموسومات في كل من A و B 24، يبقى C و D كام؟ لحظة، هي سي هتبقى 13، لا 12، 12، نص العدد لأنها انقسام ميوزي. و B دي 24 مرة. 24 برضه لأنها انقسام ميتوزي، بيكون نفس العدد. انا مش عارفه يعني، محمد خالد هو اللي بياخد اطول سؤال فيكم. بكم؟ يلا يا محمد. محمد سامي اتفضل. الشكل المقابل بيوضح تكون ورم سرطان للخلايا تحت أعضاء كائن حي. ما سبب تكون هذا الورم؟ انقسام ميتوزي وتكاثر الغير مسبوق أو الغير الطبيعي لعدد الخلايا أعضاء الخلايا. لبعض الخلايا التالفة بالظبط كده. اذكر إحدى طرق علاج الورم السرطاني. إحدى طرق علاج ورم السرطان يبقى طريق اللي هو النانو تكنولوجيا، أيوة أو تكنولوجيا النانو. تكنولوجيا النانو، أو تكنولوجيا الذهب النانونية، أو في طريقة تانية اللي هي القنابل المجهرية. طيب، مستويات تفكير عليا. يلا يا محمد اتفضل. ثانية واحدة، من الشكل المقابل من الأشكال المقابلة أي هذه الأشكال يوجد به خطأ علمي ولماذا؟
هيكون مش رقم 2، ليه؟ لأني أنت اشتريت خلايا من الخلايا الأم، المفروض صح الاتنين كده، بالظبط كده. يا اما الخليه تنقسم ميتوزي يطلع لي 2، يا اما ميوزي يطلع 4. مفيش عندي خليه بتطلع 3، فده غلط. اذكر نوع الانقسام في الشكلين الصحيحين. الأول ده انقسام ميتوزي والتاني ميوزي. ثالث ميوزي. تمام. اي الانقسامين الصحيحين يختزل عدد الكروموسومات الى النصف. هيكون 3. ثلاثة. ينتج خلايا لازمة لالتئام الجرح. 1 طب ينتج حيوانات منوية. 3 طب بيحقق التنوع بين الكائنات الحية. 1 ثلاثة برضو. تنوع يعني فيه اختلاف في الصفات الوراثية، فثلاثة برضو. شكرا جزيلا. يلا يا جنى. لا ده سؤال مباشر يعني، لا مش مقامكو، في أسئلة أهم. أيوة كده، قولي كده رقم 8 يا جنى، اتفضلي. ايه دي صفحة صفحة 261. تمام. اذكر رقم الدال على الكروموسومات المشتركة في كل من خمسة أجزاءها، واللي كانت تتنوع في أجزاءها 4 تقريبا. 4 كروموتيدات في المجموعة الرباعية. صح. عدد الخلايا الناتجة من الانقسام. 3 مرات يعني 8. 8. 3 أس إن على طول، أو 3 أس، أسفة، 2 أس إن اللي هو 2 أس 3. عدد المرات التي تتضاعف فيها المادة الوراثية أثناء الانقسام الميوزي. مرة واحدة. مرة واحدة، هي بتخش بس في الطول البيني مرة واحدة. ماشي. يلا يا محمد. انقسمت خليتان. إحداهما في ساق نبات والأخرى في المبيض، المفروض إذا احنا نسمي العيال دول. تقريبا صح. يلا يا محمد. قسم خلايا إحداهما في ساق نبات والأخرى في المبيض، تعرفت العدد الكروموسومات في كل منهما 8 أزواج. نوع الانقسامات العكس من كل الخلايتين، واحد ميوزي واحد ميتوزي. واحد ميوزي واحد ميتوزي. ثانية واحدة اتلوط. ساق نبات هيكون ايه؟ ميتوزي ميتوزي، والمبيض ميوزي. عدد الكروموسومات في كل خلية من الخلايا الناتجة. لازم الأولى تكون ضعف الثانية، فأقول ضعف الثمانية. ازاي؟ ضعف الثانية. ضعف الثانية. ماشي. أربعة. 4 ايه؟ لا 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 استنى، هو مديك احنا مثال الأم فيها 8 أزواج. تمن أزواج اللي هم 16 كروموسوم. تمام. يبقى رقم 1 عدد الكروموسومات الناتيجة هتكون كام في خلايا الساق؟ ستاشر كروموسوم. مش انقسام ميتوزي في الساق بيطلع نفس الخلايا اللي في الخلية الأم، ف16. تمام. طيب في المبيض المبيض 8. 8 بس. اللي بعده محمد خالد، هات لي سؤال رقم 13 صفحة 262. إذا علمت أن إحدى الخلايا في جسمك انقسمت مرتين فنتجت 4 خلايا، ما نوع الانقسام الذي يحدث لهذه الخلية؟ هيكون انقسام ميتوزي قصدي. ميتوزي. ايوه كده. هل سيتغير عدد الكروموسومات في الخلية الناتجة عن هذا الانقسام، ولماذا؟ عدد الكروموسومات
إيه؟ لا، هيكون هو نفس الخلية الأم. نفس عدد الكروموسومات في الخلية الأم. ليه بقى؟ لأن القسم الميوزي بينتج خليتين، ميتوزي الميتوزي ميتوزي قصدي ينتج خليتين من فيهم نفس عدد الكروموسومات. بالظبط كده. يلا يا جنى آخر سؤال 14. تعرض أحد الأشخاص لحادث فأصيب بكسر في عظام اليد وتلف في الحبل الشوكي، ماذا تتوقع بعد خضوعه لفترة طويلة من العلاج لكلا الإصابتين؟ بتتلم تاني؟ الاثنين لا العظام. العظام. طب وتلف الحبل الشوكي لا مش هي. مش هيتعالج. طب ما نوع الانقسام الحادث في كل من خلايا اليد وخلايا الحبل الشوكي؟ العظام ميتوزي والحبل الشوكي خلايا عصبية. عصبية يعني انقسام ايه؟ ما بينكسر. ايوه كده بالظبط. يبقى خلايا الحبل الشوكي ما فيهاش اصلا انقسام، فبالتالي هي مش قادرة تعالج نفسها ولا تلتئم الجرح اللي بيحصل فيه. تمام كده. للأسف لم يسعفنا الوقت لنأخذ الدرس الأخير في المنهج، أجل بقى نهاية المنهج لبكرة أو يوم الاثنين، لأن مش هنخلص الدرس على مرة واحدة. هو درس لطيف وسهل أصلا. تمام. حد عايز حاجة في الدرس اللي فات؟ أي سؤال فيه؟ تمام.